تختتم اليوم منافسات الدور الأول على مستوى الألوية في بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2023. تنطلق منافسات الدور الثاني على مستوى المحافظات خلال الفترة من الأول إلى السادس من نيسان، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل محافظة للمشاركة في الدور الثالث الذي سيقام خلال الفترة من العاشر وحتى السادس عشر من شهر نيسان بمشاركة 12 فريقا يمثلون أبطال محافظات المملكة. معنا عبر الهاتف من عمان الأمين العام لوزارة الشباب الدكتور حسين الجبور. صباح الخير لك دكتور، أهلا بك معنا، رمضان كريم. بداية، كيف جاءت فكرة إنشاء هذه البطولة دكتور؟ سيدي صباح الخير عليك، صباح الورد، صباح الخير على المشاهدين الكرام. وإحنا حقيقة سعداء أنه قناة المملكة تتابع مثل هذه الأنشطة المهمة خاصة في هذا رمضان الكريم. وزارة الشباب حقيقة أطلقت وضمن الحملة الوطنية ضمن رمضانيات بطولة خماسيات كرة القدم لعام 2023. هذه البطولة التي اعتادت على تنفيذها وزارة الشباب في الفترة الأخيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وزي ما أنت عارف إحنا يعني نهدف من هذه البطولة حقيقة إنه نستثمر أوقات الفراغ خاصة في رمضان، وأيضا لأنه بهمنا كمان تطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب الأردني. وحقيقة هذه البطولة هي يعني زي ما أنت عارف قانون وزارة الشباب بيركز على الرياضة الترويحية، إحنا بنركز إنه نعزز كمان خلال هذه البطولة الروح الرياضية والثقافة الرياضية والتنافس الايجابي بين الشباب في رمضان اللي نعتبره رمضان خير وبركه. ايضا حقيقه احنا هاي البطولات الخاصه في الثلاث سنوات اصبح الشباب الاردني ينتظرها على حر من الجمر، لانه هاي البطوله بتساعد في اكتشاف مواهب، وهناك كشافين الانديه بيحاولوا يحضروا هاي البطوله، لانه معظم اللاعبين الذين يشاركون في هذه البطوله هم من اللاعبين الذين غير مسجلين في الاتحادات او في الانديه الرياضيه، حتى نحاول انه نبني ثقافه رياضيه ونحاول انه نكتشف مواهب جديده حتى نستطيع من خلالها رفض الانديه الرياضيه على مستوى المملكه، وفي هاي المواهب اللي حقيقه احنا بهمنا انه يكون في هناك اكتشافات جديده في الرياضه الاردنيه وخاصه بكره القدم اللعبه الشعبيه الاولى. نعم دكتور، لماذا تم اختيار لواء القطرانة على وجه الخصوص ليكون نقطة انطلاق هذه البطولة بعيدا عن العاصمة عمان؟ سيدي هاي البطولة زي ما انت عارف هاي البطولة تقام هاي الجزء النسخة الخامسة من هاي البطولة، اللي بدنا نأكد عليه انه احنا في كل مرة يتم اطلاق هاي البطولة في منطقة من المناطق. احنا زي ما انت عارف هذه البطولة يشارك فيها 784 فريق بمشاركة أكثر من 10,000 لاعب وإداري. إحنا السنة الماضية تم إطلاق يعني كل سنة نطلق البطولة في منطقة، كان هذه البطولة برعاية دولة الرئيس ومندوب عنه معالي وزير الشباب راح افتتحها بالقطرانة حتى نوصل إنه هاي المناطق هي أهميتها زي أي منطقة أخرى بالأردن. وزي ما أنت عارف إحنا الآن هاي البطولة تقام في 51 لواء على مستوى المملكة، فإطلاقها من القطرانة هي رسالة أنه كل المناطق الأردنية مهمة زيها زي عمان وغيرها من المدن الأخرى. نعم، إذا ما تحدثنا عن هذه البطولة دكتور أيضا بشكل مفصل، لا شك بأن هناك جوائز تنتظر الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. ما هي هذه الجوائز للفائزين؟ سيدي هاي الجوائز هي جوائز مالية وتوزع ما بين اللاعبين، وهذا هو الهدف انه حقيقة انه يتشجعوا الشباب. الذي سيفوز على مستوى المحافظة سيأخذ تقريبا 2000 دينار، المركز الثاني سيأخذ 1000 دينار، إذا وصل للمملكة راح يفوز يصل ل 5000 دينار، وهي مبالغ بعتقد انه مبالغ مهمة تشجيع الشباب الأردني، وهدفها تكون هاي يعني دعم لهؤلاء الشباب الذين يشاركوا في هذه البطولة. عشان هيك تشوف الزخم الكبير في المشاركة في هذه البطولة، واحنا زي ما قلت انه احنا بنحاول انه نبني ثقافة رياضية مهمة بين الشباب الاردني بعيدا عن الجوائز، لكن حتى يكون هناك حافز اخر لهذه البطولة. وما يميز هذه البطولة انه اصبحت هناك الفرق تعد انفسها قبل البطولة باشهر وتتدرب حتى تشارك بمثل هذه البطولة اللي اصبحت
يعني ملاذ، وهناك متابعة ومحبة من الشباب الأردني حتى يشاركوا فيها وحتى يكونوا من ضمن الفرق المتنافسة في هذه البطولة. وزي ما أنت عارف أخونا أنه هذه البطولة يعني تقام على 3 مستويات، المستوى الأول على مستوى الألوية والذي سينتهي هذا اليوم الدور الأول، وسينطلق اعتبارا من 1/4 وحتى 6/4 الدور الثاني الذي سيقوم على مستوى المحافظة، سيكون أبطال المحافظات سيلتقوا ما بينهم، وسيكون هناك بطل لهذه المحافظة وبطل للمحافظة سينتقل للمباريات الختامية على مستوى المملكة التي ستقام بمشاركة 12 فريق على مستوى المملكة. وهذا كله يعني دعم لهؤلاء الشباب اللي احنا حقيقة سعداء بهذا الكم الهائل من المشاركة في البطولة التي تنظم ضمن حملة رمضانيات لعام 2023. نعم، مستقبلا كيف سيتم العمل على تطوير هذه البطولة وإشراك أكبر عدد ممكن، ويعني بحيث تكون يعني شمولية بشكل أكبر وتشجيعية ويتشجع أكبر عدد ممكن من الفرق للمشاركة بها؟ سيدي هناك مطالبة بأن تقام البطولة أكثر من مرة بالعام، عشان هيك السنة الماضية تم إقامتها ضمن صيف الأردن لعام 2022. إذا السنة الماضية تم أنه نظمت على مدار بطولتين على مستوى العام الواحد، وهذا العام هناك كمان تفكير بأنه تطلق البطولة كمان في الصيف. هناك طلب من الشباب الأردني أنه يكون أكثر من بطولة على مستوى العام، وإحنا الآن يعني السنة هاي كمان هناك سيكون في بطولة أخرى على مستوى خلال صيف الأردن. وبعتقد أنه هاي البطولة أصبحت يعني ملاذ ومحب للشباب يعني الأردني اللي يلعب كرة قدم مش على مستوى احتراف أو عنده طموح يكون بالأندية. هؤلاء الشباب اللي يلعبوا في الحواري ويلعبوا في المناطق الشعبية ويلعبوا في الملاعب المختلفة الموجودة بالمملكة، حلو أنه يشاركوا في مثل هاي البطولات حتى يكون لهم نوع من روح التنافس وروح التشجيع. واللي إذا لاحظت أستاذ حمزة أنه هناك متابعة كثيرة من الجماهير الأردنية لهذه البطولات، هناك بعض المباريات فيها جماهير على مستوى كبير، وهذا يعني يسعدنا لأنه إحنا بنحب شبابنا الأردني يكون موجود بمثل هاي الأنشطة اللي إلها دور في تنمية روح التنافس وتنمية الروح الإيجابية عند الشباب الأردني. نعم، ودا نشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحديث، كنت معنا عبر الهاتف من عمان الأمين العام لوزارة الشباب الدكتور حسين الجبور.